اول حاجه عايزك تبقى عارفها اللي هو اصلا يعني ايه كلمه ثيرمودايناميكس اساسا. يعني احنا ما عندناش في المرجع او في القاموس الانجليزي كلمه اسمها ثيرمودايناميكس في الاساس بتاع اللغه الانجليزيه. طب ايه الفكره؟ الفكره دي ان هي جايه اصلا من الكلمه اليونانيه اللي هو عندك تو سيلابلز في اللفظ ده. اول لفظ عندي اللي هو كلمه ثيرمو اللي هو اصلا اصله كلمه ثيرمي. ثيرمي في اللغه اليونانيه معناها هيت، معناها حرارة. من الناحية التانية في عندي تاني مقطع عندي في الكلمة اللي هو داينامكس اللي هو أصلا جاي من الكلمة اليونانية داينامس. داينامس يعني باور، يعني قوة. يعني باختصار دوت كده بيديك انديكيشن ان من زمان خالص يعني في التمانينات مثلا كان الانسان او يعني كان العالم يعني عايز يعمل ايه؟ عايز ياخد الحرارة الهيت ياخد منها باور. فده اصل علم الثيرموداينامكس كله، سواء انت العلم ده هتاخده وتعمله مثلا ابلكيشن في محطات الطاقة في الباور بلانتس مثلا زي ما هنشوفه قدام في المنهج ان شاء الله، وزي برضو في الجاز سايكلز والعديد من الابلكيشنز المتعلقة بان انت عايز تاخد باور تاخد منها هيت او العكس. فدوت المبدأ الأساسي اللي الثيرموداينامكس قائمة عليه. من ناحية تانية في مصطلح عايزك تكون فاكره وتكون عارفه، ألا وهو قانون بقاء الطاقة. أيوة اللي احنا خدناه في ثانوي قبل كده وحافظينه صم ما شاء الله، اللي هو الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تتحول من صورة إلى أخرى. ودوت له كذا دلالة. يعني أولا نكتب كده conservation of energy، قانون بقاء الطاقة، اللي هو باختصار يعني انت ما ينفعش تخلق طاقة وما ينفعش ان انت تدمر طاقة، ولكن انت بتحولها من صورة الى اخرى. يعني لما يبقى في عندي الشمس بتجيب طاقة حرارية الى كوكب الارض، عايز تقول لي بقى ان كمية الحرارة اللي الشمس بتجيبها لكوكب الارض دي بتروح فين بعد كده؟ بتتحول من صورة الى تانية. اللهم ان لو كان مثلا مية في نهر، تمام، فبالتالي الشمس سخنت شوية المية اللي في النهر دول، فشوية المية دول اتبخروا مثلا فبقى عندك بخار. يعني انت كانت المية اللي في النهر كانت ليكويد، كان ماء سائل، بس لما اخدت طاقة من الشمس اتحولت من ليكويد الى فيبر. فهتلاحظ اصلا ان المحتوى الحراري في حالة الفيبر بيبقى اعلى من المحتوى الحراري في حالة الليكويد. يعني برضو ان هو عشان بقى فيبر اخد طاقة من الشمس، يعني شوية الطاقة اللي المية اخدتهم ما راحوش هادر. فباختصار يعني ان انت اخرك تحول الطاقة من صورة الى اخرى. ممكن ناخد مثال اخر، مثلا الدفاية اللي في البيت. جهاز الدفاية اللي في البيت ده بيعمل ايه؟ جهاز الدفاية ماشي بياخد مني طاقة كهربية يحولها لي الى طاقة حرارية. ده اللي هو الجهاز اللي هو الدفاية الهيتر، سخان يا سيدي. طب من ناحية تانية في عندي جهاز بيعمل العكس. ايوه ايه هو؟ ممكن نقول مثلا خلايا توليد الكهرباء بالأشعة الشمسية مثلا، اللي هو السولار بلانت. ده اللي بيحصل، ده انت بتاخد الطاقة الحرارية من الشمس بتحولها لي الى طاقة كهربية. فباختصار قانون بقاء الطاقة ده قانون مهم جدا، اللي هو بينص على ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تتحول من صورة الى اخرى. فلما يبقى عندي سيستم، لما يكون عندي سيستم معين انا بدرسه، تمام، فاقول لك مثلا ان السيستم ده اخد مني طاقة مقدارها 15 جول، تمام، وبعد مدة من الزمن حصل فقد في الطاقة من السيستم، بقى عندي انرجي اوت مقدارها مثلا 12 جول. يبقى وانت مغمض بتبقى عارف ان السيستم ده بيحتفظ بداخله على قد ايه جول، بيحتفظ على 3 جول جواه، لان ما ينفعش تدخل 15 وتخرج 12 وتسكت. لا، ده انت عارف كده ان السيستم بداخله فيه 3 جول، لان لازم ان الطاقة ما ينفعش زي ما قلنا ان انت تدمر الطاقة. فدي حاجة عابرة كده لكنها هتوضح لك مفاهيم كتير خلال المنهج. فتلاحظ دلوقتي ان انا قلت لفظ سيستم،
فوق هنا لما كنت بوضح قانون بقاء الطاقة. فأنا كده عندي مصطلح جديد ألا وهو سيستم، اللي هو طبعا من حيث الترجمة الحرفية نظام، ابلكيشن جوجل ترانسليت شغال زي الفل. طب لا بقى، السيستم هنا في الثيرموداينامكس المقصود بيه هو النظام محل الدراسة، النظام محل الدراسة. يعني ايه النظام محل الدراسة؟ يعني دلوقتي لو عندك مثلا، لو عندك يا سيدي كوباية شاي، تمام، دي كده كاب اوف تي. ايه بقى الفكرة دلوقتي؟ الفكرة دلوقتي ان كوباية الشاي طبعا يعني ما شاء الله فيها شاي، ماشي. ايه بقى الفكرة دلوقتي؟ الفكرة دلوقتي باختصار ان لو انت عايز تدرس كوباية الشاي كلها باللي فيها، يبقى السيستم هو كوباية الشاي كلها. لا يا سيدي، ده انت عايز تدرس الشاي فقط من غير الكوباية حتى، خلاص يبقى السيستم بتاعك هو شوية الشاي اللي جوه، وهكذا. فهو مصطلح بسيط جدا من غير ما نصعب الامور، يبقى السيستم هو محل الدراسة، تمام. في مصطلح تاني عندي اسمه ايه بقى؟ اسمه surrounding، اللي هو برضو الترجمة الحرفية تقدر تقول عليها الوسط المحيط. الوسط المحيط بإيه حضرتك؟ بالسيستم. يعني انت عندك سيستم وحواليه وسط محيط بيه، تمام. في برضو تالت مصطلح في الموضوع ده ألا وهو الحد الفاصل، الباوندري، الحد الفاصل. يبقى انت كده فهمت اللعبة؟ اه فهمتها. عندي سيستم، ماشي، عندي نظام بغض النظر هو ايه بالظبط، بس هو سيستم، هو حاجة بدرسها وخلاص، وعندي حاجة محيطة بالسيستم، وعندي ايه بقى؟ وعندي حد فاصل بين الحاجة اللي بدرسها وبين اللي هو الوسط المحيط بيه، تمام. فهمنا النقطة دي، وعندي حد فاصل، ده كده دوت الايه، الباوندري، الحد الفاصل. فيبقى عندك 3 حاجات في الموضوع ده، عندك سيستم بتدرسه، وعندك وسط محيط بالسيستم كله اللي انت بتدرسه، وعندك الباونداري اللي بين الوسط اللي انت بتدرسه وبين الوسط المحيط بيه. فأعتقد ان النقطة دي فهمناها. نلاحظ برضو ان انا عندي كام نوع من السيستم، عندي 3 انواع من السيستم اللي هو محل الدراسة، يعني عندي 3 انواع من السيستم، types of system، 3 انواع. اول نوع يا سيدي هو open system، نظام مفتوح. تاني نوع closed system، نظام مغلق. تالت نوع معايا الا وهو isolated system، نظام معزول. نبتدي واحدة واحدة كده نفهم الفرق بين الـ3 انظمة دول. لو هنتكلم على الاوبن سيستم، هتلاحظ ايه دلوقتي؟ هتلاحظ ان هو، بس اولا انت عايز تكلمني على الانظمه دي من حيث ايه؟ عايز اكلمك على الانظمه دي من حيث الكتله ومن حيث الطاقه، انرجي. يعني انا عايز اتكلم عن الماس وعن الانرجي في الـ3 انظمه دول، تمام. فنلاحظ ايه دلوقتي؟ نلاحظ ان في الاوبن سيستم نظام مفتوح، نظام ما بيزعلش حد. يعني النظام ده من حيث الكتله، ماشي، من حيث الكتله، فان هو يدخل كتلة جوه النظام هيدخل كتلة، طب ان هو يخرج كتلة من النظام هيخرج كتلة، زي ما قلنا النظام ما بيزعلش حد. طب من حيث الطاقة، الانرجي، برضو نفس النظام، من حيث الطاقة اللي تدخل النظام هيدخل طاقة، من حيث الطاقة اللي تخرج من النظام هيخرج طاقة، قلت لك ما بيزعلش حد. والرسمة ديت ممكن تبسط لك الفكرة عشان تحفظ بيها النظام الاوبن، اللي ده نظام اوبن عندي، ماشي. نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان انا عندي كتلة داخلة عادي جدا، وعندي كتلة خارجة عادي جدا، وعندي ايه برضو؟ وعندي طاقة داخلة من النظام، وعندي طاقة خارجة من النظام. وممكن تشبه ده بايه؟ ممكن تشبه ده بمثلا لو عندك مثلا براد حطه على البوتاجاز وفاتح الغطاء بتاعه، ايه اللي بيحصل؟ البراد على البوتاجاز، يعني انت عمال بتدخل له حرارة، صح؟ انت مولع العين وحاطط البراد، فالبراد اللي انت شايل الغطاء بتاعه عمال بيدخل له حرارة من العين بتاعة البوتاجاز. طب انت فرضا رحت انت مطفي البوتاجاز شوية وهتلاقي البراد برد، يعني فقط حرارة، يبقى كده البراد دخل حرارة لما انت كنت بتسخنه،
ولما انت رحت طفيت البوتاجاز واستنيت عليه شوية فبرد فخرج طاقة، يبقى كده من حيث الانرجي طاقة داخلة وطاقة خارجة زي الفل. طب من حيث الكتلة، احنا قلنا انت فاتح الغطاء بتاع البراد بتاع الشاي، فانت يعني خلينا نعتبر انت حطيت مثلا لتر مية يا سيدي، خلينا نقول انت حطيت نص كيلو مية جوه البراد، تمام. بعد شوية من التسخين اكيد حصل غليان، فعند نهاية التسخين استحالة تلاقي نص كيلو المية زي ما هو جوه البراد، لان في ماء اتبخر وخرج بره البراد. يبقى انت لما انت رحت مليت البراد من الحنفية في الاول، فانت حطيت كتلة دخلت جوه البراد، ولما قعدت تغلي فيه مدة من الزمن ففي مية اتبخرت، وانت اصلا فاتح الغطاء بتاع البراد فخرج من عندك كتلة من البراد. يبقى كده من حيث الطاقة داخلة طاقة خارجة، كتلة داخلة كتلة خارجة، يبقى البراد دوت نظام اوبن يسمح بخروج ودخول الكتلة ويسمح بخروج ودخول الطاقة. حاجة بسيطة جدا بالمثال ده، اعتقد ان الموضوع انتهى فيما يتعلق بالاوبن سيستم. نشوف تاني نوع معانا من انواع السيستمز، الا وهو الكلوزد سيستم. طب انا هشوفه من ناحية ايه؟ هشوفه من ناحية الماس الكتلة واشوفه من ناحية الطاقة. فدلوقتي انت نظام مغلق من حيث الكتلة، هل في كتلة داخلة؟ لا. ليه لا؟ انت قافل النظام اصلا، ده نظام مغلق، تمام. هل في كتلة خارجة؟ يا عم لا، برضو انت قافل النظام. يبقى انا الماس في النظام المغلق مفيش، النظام المغلق من حيث الماس خالص، يعني كتلة داخلة كتلة خارجة مفيش الكلام ده. طب من حيث الطاقة؟ من حيث الطاقة ان انت تدخل طاقة للنظام المغلق ينفع، انك تخرج طاقة من النظام المغلق ينفع. فدلوقتي نشوف الرسمة اللي هتوضح لينا فهم النظام المغلق دلوقتي. فادي النظام عندي، بس المرة دي هعمل ايه؟ ده انا هقفل النظام، احنا قلنا نظام مغلق ماشي، فبالتالي ناحية ان هو نظام مغلق انسى خالص ان يحدث اي اختلاف في الماس بتاعة النظام، الكتلة ثابتة. يعني انت مينفعش تزوق كتلة بان انت تعمل ماس ان، وما ينفعش تقلل الكتلة بان انت تعمل ماس اوت، لا الكتلة ثابتة. بس هيتبقى الطاقة ينفع عادي، فهتلاقي عندي طاقة داخلة عادي جدا وطاقة خارجة عادي جدا. الكلام ده فين؟ الكلام ده في الكلوزد سيستم. طب هاجي لاخر نوع من انواع الانظمة اللي معايا، الا وهو الايزوليتد سيستم، هدرسه برضو من ناحية الكتلة وهدرسه من ناحية الطاقة. من ناحية الكتلة في النظام المعزول ما عنديش كتلة داخلة ما عنديش كتلة خارجة. من ناحية بقى الطاقة في النظام المعزول برضو ما عنديش طاقة داخلة وما عنديش طاقة خارجة. فالكلام دوت يخليك ايه بقى؟ يخليك تاخد بالك ان النظام المعزول هو بالظبط زي النظام الكلوزد، بس انت عزلته عزل حراري. طب انت فاكر لما انا كنت في النظام الاوبن قلت انت ممكن تشبهه باللي هو براد شاي حطه على البوتاجاز، تمام، ومولع تحت منه، تمام. بس احنا قلنا ايه؟ قلنا في حالة النظام الاوبن ان انت براد الشاي ده ما انتش قافل الغطا، فبالتالي في مية بتتبخر من براد الشاي. طب بقى في النظام المعزول، لا اقصد في النظام الكلوزد، النظام الكلوزد هو بالظبط برضو براد شاي ماشي، بس ايه بقى؟ بس انت قافل الغطا بتاعه، قافل الغطا بتاعه، يعني الكتلة ثابتة، يعني شوية المية اللي هيتبخروا من الحرارة اللي جاية للبراد هيتكثفوا على الغطاء بتاع البراد وهيرجعوا تاني جوه البراد، يعني الكتلة بتاعة البراد ثابتة. لو انت جبت براد وقفلت كل مخارجه وحطيت فيه نص كيلو مية وقعدت تغلي فيها 10 سنين هتدنها نص كيلو مية برضو زي ما هي. بس لازم نلاحظ على الرغم ان النظام المغلق احتفظ بالكتلة بتاعته، بس عادي جدا ان هو ياخد منك طاقة داخلة، وبعد شوية لما انت بتطفي البوتاجاز البراد هيبرد، يعني يبقى فقط حرارة. فعادي جدا النظام المغلق هو مغلق من حيث الماس، لكن عادي جدا ياخد طاقة داخلة وطاقة خارجة. نيجي لاخر شكل معانا هنا ان هو النظام المعزول، وزي ما انا قلت ان المفروض النظام المعزول ده هو اصلا كان نظام مغلق واخدته وعملت له عزل حراري، فبقى اصبح نظام معزول. فلما تلاقيني ارسم الرسمة اللي بتمثل النظام المعزول هتلاقي ان انا اولا عندي نظام مغلق اهو، عندي نظام مغلق يعني الكتلة ثابتة. طب انت جيت عملت ايه زيادة بقى؟ انت عزلته عزل حراري. يعني ايه عزلته عزل حراري؟ يعني برضو مش هياخد طاقة داخلة ولا هيخرج طاقة خارجة منه خالص. يبقى ده النظام المعزول، ده النظام الاوبن، ده النظام الكلوزد، ده النظام الايه؟ الايزوليتد. فدول عندي 3 انواع من الانظمة.
طب احيانا في الامتحان يجي يسالك في بعض النقاط كده المتعلقه بالاوبن والكلوزد والايزوليتد. اولا قبل ما اقول اي حاجه خليك بس تبقى احنا متفقين ان معنى كلمه عزل يعني عزل حراري، ما انتش قعدته في حته لوحده وعزلته، لا انت عزلته عزل حراري فقط. فلما يجي هنا يقول لك لو عندك مثلا خلينا نقول اوبن سيستم، نظام اوبن وسكت، فانت خلاص حافظ ما شاء الله ان النظام الاوبن من حيث الكتلة، كتلة داخلة تمام، كتلة خارجة تمام، من حيث الطاقة، طاقة داخلة ماشي، طاقة خارجة ماشي. طب بقى لو قال لك isolated open system، نظام اوبن بس عزلته ايه؟ عزلته حراري فقط. معنى كلمة عزل حراري يعني ما بقاش عندي تغير في الطاقة، ما انت عزلته حراري. يبقى باختصار النظام الاوبن الايزوليتد برضو عادي جدا، الكتلة داخلة عادي والكتلة خارجة عادي. اشمعنى؟ عشان هو اوبن، فبالتالي الماس تخرج وتدخل عادي، بس من حيث الطاقة لا بقى، ده انا ما عنديش طاقة خالص بتدخل ولا طاقة بتخرج لانه نظام ايزوليتد. طب هاجي هنا عند النظام الكلوزد، انت فاهم ان النظام الكلوزد يعني مغلق، مغلق من حيث الكتلة، فالنظام الكلوزد من حيث كتلة داخلة مفيش، كتلة خارجة مفيش، من حيث الطاقة قلنا عادي هو نظام مغلق بس ما هوش معزول، يبقى انا عندي طاقة، عندي طاقة تدخل عادي وطاقة تخرج عادي. طب بقى لو جه قال لك isolated closed system، نظام closed وعزلته عزل حراري، فهتقول له ثانية واحدة، كون ان هو closed system يعني انا اصلا ما عنديش كتلة، وكمان عزلته حراري يعني انا كمان ما عنديش طاقة، يبقى انت ولا عندك ولا كتلة ولا طاقة، اللي هو يعني باختصار النوع التالت اللي احنا خدناه ده اللي هو الايزوليتد سيستم. فهمنا النقطة دي؟ فهمناها ان شاء الله. تمام، يبقى انا كده اتكلمنا على اولا اللي هو معنى الثيرموداينامكس، واتكلمنا على قانون بقاء الطاقة الحرارية، واتكلمنا على حبة مفاهيم زي السيستم وزي السراوندينج وزي الوسط المحيط. بس في نقطة هنا عايز اضيفها بخصوص ايه بقى؟ احنا كده اتكلمنا عن السيستم تمام، في نقطة عايز أضيفها بخصوص الوسط المحيط. الوسط المحيط ألا وهو الباوندري، اللي هو قلنا الفاصل بين الوسط المحيط بالسيستم وبين السيستم نفسه. قال لك الوسط المحيط دوت باختصار كده قد يكون حقيقي وقد يكون تخيلي تمام، وقد يكون ثابت ستيشنري، وقد يكون موفينج متحرك. يعني النظام اللي هو الوسط المحيط قد يكون حقيقي، قد يكون تخيلي مش موجود اصلا في الحقيقة، قد يكون ثابت مكانه مش بيتحرك، وقد يكون متحرك. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام دوت معناه ان انا دلوقتي، خليني اقول لك المثال اللي انا قلته في الاول، انا بدرس كوباية الشاي المحطوطة على الترابيزة جنب مني، فانت بتدرس كوباية الشاي تمام، فين الوسط المحيط بكوباية الشاي؟ ما عندكش، فانت بتيجي بتتخيل كده ان في وسط محيط بكوباية الشاي عشان بتحاول تفصل كوباية الشاي عن باقي الأوضة اللي انت قاعد فيها، ما انت عايز تدرس كوباية الشاي فقط. فخلاص انا هعتبر ان انا عندي وسط محيط، هعتبر ان انا عندي حد فاصل محيط بكوباية الشاي، فيبقى دوت اللي هو الباوندري هنا في الحالة ديت هو اصلا تخيلي. طب لا بقى، خليني ادرس ايه بقى؟ انا عايز ادرس كوباية الشاي نفسها، عايز ادرس، لا عايز ادرس الشاي نفسه، يعني في هنا شاي، انا عايز ادرس الشاي نفسه حرفيا، ماليش دعوة بالكوباية. يبقى في الحالة ديت فين الوسط المحيط؟ فين الباوندري اقصد، اسف، فين الباوندري في الحالة دي؟ في الحالة دي هيبقى هو كوباية الشاي حرفيا، الازاز وهي فاضية هي الباوندري، لانك بتدرس الشاي اللي جواها اللي هو السيستم. يبقى في الحالة ديت لو انت بتدرس الشاي نفسه يبقى الباوندري هو حقيقي فعلا انت شايفه بعينيك، فده الفرق ان هو يبقى حقيقي وان هو يبقى تخيلي. طب ايه بقى المقصود بان هو يبقى ثابت وان هو يبقى متحرك؟ خليني اقول لك ان انا عندي تانك مغلق كده من الالومنيوم مثلا، وحطيت جواه مية ماشي، فانت شايف المية وشايف التانك، انا هدرس المية نفسها، يبقى السيستم بتاعي هو المية. طب فين بقى الباوندري؟ التانك نفسه. طب التانك ده حقيقي ولا تخيلي؟ حقيقي، انت شايف التانك قدامك. طب التانك ده ثابت ولا متحرك؟ لا ثابت،
يبقى انت كده عرفت اللي هو اول نوع اللي هو ثابت. طب امتى يبقى الباوندري متحرك؟ المفروض في العربيات بيبقى عندك البيستون سلندر ديفايس، اللي هو يعني اللي هو السلندر اللي جوه العربية، يعني بيبقى عندك سلندر وفيه بيستون اللي هو مكبس طالع نازل كده، طالع نازل جوه العربية، اللي هو ده شوية تلاقيه نزل تحت كده، يعني هو فوق كده في الوضع رقم واحد، بعدين ينزل لتحت يبقى في الوضع رقم اتنين، وبعدين يرجع تاني لوضع واحد، وهكذا يعني طالع نازل طالع نازل. فدلوقتي انا عايز ادرس ايه؟ دلوقتي انت في السلندر اللي هو ان شاء الله يعني اللي هيدخل منكو ميكانيكا باور في سنة رابعة ان شاء الله هياخد مادة internal combustion engine، محركات الاحتراق الداخلي، مادة سهلة جدا جدا جدا. ايه بقى اللي هيحصل؟ المفروض دلوقتي ان انت بتدرس خليط من الهواء زائد البنزين. فين الكلام ده؟ الكلام ده بوت انت بتدرسه جوه الاسطوانة هنا، انت دخلت هواء مع شوية بنزين وعملت لهم خلط وولعت فيهم فحصل انفجار، ما علينا من التفاصيل دي اللي انت ان شاء الله هتاخدها يعني. فانا عايز اوضح هنا ايه؟ عايز اوضح باختصار ان انت بتدرس الحيز اللي بعد البيستون ده. طب ما انت لو كنت عند الموضع رقم واحد فكان ده السيستم بتاعك وكان البيستون ده الحد الفاصل، طب انت لما جيت عند الموضع رقم اتنين اصبح ده السيستم بتاعك، الحتة اللي هنا فقط، يعني هي شوية تبقى هنا وشوية تبقى كلها، ما هو البيستون طالع نازل طالع نازل، فشوية يبقى كل ده هو السيستم بتاعك اللي انت بتدرسه والحد الفاصل بتاعك فوق هنا، وبعد شوية لما البيستون ينزل لتحت بقى الحد الفاصل بتاعك هنا وانت بتدرس بس الشوية دول، فديت الحالة اللي يبقى فيها الباونداري متحرك. عايز اوضح ان الكلام دوت مش بيجي عليه مسائل مباشرة، يعني يقول لك مثلا اللي هو النظام دوت ريال ولا ايماجيناري ستيشناري ولا موفينج، بس دي حاجات مصطلحات تبقى عارفها، لان زي ما قلنا دي ما هي الا فرشة للمنهج عموما. تمام.